هي تريد حقيقة أن إسرائيل تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، تسعى إلى أن تكون الحرب حقيقة شاملة، وتسعى أن تكون هناك ردود إيرانية غاضبة وردود إيرانية من محور المقاومة لها حتى يتعاطف معها العالم الغربي. أنت تعرف أن إسرائيل اليوم فقدت حقيقة الشارع الغربي بشكل كبير جدا، وأقصد الشارع وليس الحكومات. فقد بشكل كبير جدا، مظاهرات مستمرة في العواصم الأوروبية تندد بما تقوم به إسرائيل في غزة، وترفض حقيقة يعني إسرائيل بتعنتها ورفض إيقاف الحرب وإيقاف إطلاق النار في غزة، رغم المناشدات الدولية، رغم المطالبات الفرنسية والبريطانية وكذلك الأمريكية بإيقاف الحرب، إلا أنها تتعنت وتريد حقيقة أن تسحق الإسرائيلي. أنا قبل يومين ثلاثة حقيقة رأيت فيديو لزوجة نتنياهو وهي تحرض على الفلسطينيين بقطع آذانهم وسم عيونهم، وكذلك حقيقة في أوصاف لا يمكن حقيقة أن أقولها اليوم على التلفزيون، ربما يراجع المشاهد هذا ما موجود في اليوتيوب وتيك توك ليرى أنه كيف يفكر الإسرائيليون بهذه الطريقة. أنا أعتقد أنه المنطقة كما قلت أنها مرشحة للاشتعال، المنطقة يعني مهددة ما دام هناك دعم إسرائيلي أمريكي أوروبي لإسرائيل، سيبقى الحال على ما هو عليه وسيبقى هذا التوتر، ولا يمكن حقيقة في أي حال من الأحوال أن تسلم المنطقة. أن نعرف أنه هناك صراع واضح وحقيقي بين إيران وبين الولايات المتحدة، ولربما تكون يعني إسرائيل خط الدفاع الأول بالنسبة للولايات المتحدة في هذه المنطقة، وهذا ما هو واضح جدا يعني. لذلك يعني اليوم ما شهدناه في ضرب أو اغتيال سيد إسماعيل هنية في طهران له مداليل كثيرة وله حقائق رسائل كثيرة، ليس فقط مجرد اغتيال قائد سياسي كبير يمثل حركة مهمة حقيقة في فلسطين، لكن لربما كان هذا القائد متناول اليد في الدوحة، وهو يعيش في الدوحة، يعيش في قطر، وقطر كما يعلم الجميع لها علاقات جيدة مع إسرائيل، ولكن مع ذلك لم يغتال في قطر. أرادت إسرائيل أن توصل رسالة واضحة إلى الجميع بأننا قادرون، رغم أن التصريح الإسرائيلي كان واضح أن الصاروخ الذي توجه إلى مقر إقامة هنية كان من الخارج وبطائرات F-35.